أعلنت إدارة خدمات الكهرباء بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تنفيذ مشروعات إنارة الشوارع في مناطق الموردة من 1 إلى 8 في ضاحية السيوح بتكلفة تجاوزت 30 مليون درهم، وذلك منذ بداية العام الحالي وحتى شهر أغسطس الجاري. بعد أن تم تركيب أكثر من 660 عمود إنارة في مناطق الموردة بضاحية السيوح، ها هي هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تواصل العمل على المشروع من خلال تركيب مصابيح الإنارة بعد توصيل التيار الكهربائي، وذلك لخدمة الطرق الداخلية والمؤدية إلى الضاحية لخدمة مرتادي هذه الطرق. الحمد لله تم إنجاز ما يقارب 98% من مشروع إنارة الموردة من 1 إلى 8، حيث تم تركيب 663 عمود إنارة بمصابيح موفرة للطاقة بقوة 120 واط، كما تم تمديد كابلات بطول 30 ألف متر وفق أحدث المواصفات الفنية. الهدف من هذا المشروع هو توفير كافة احتياجات قاطني ضاحية السيوح. من أهم مشاريعنا القادمة لقسم إنارة الطرق هو إنارة جميع الطرق الداخلية في الرقيبة 7، حيث تم تركيب جميع الأعمدة وجاري استكمال تركيب المصابيح والكابلات في هذه المنطقة. هذا وتواصل الهيئة العمل على إنارة طرق الضاحية بالكامل، حيث بقي منها طريق في الموردة 6 وآخر في الموردة 8، لتتبعها مجموعة من مناطق الرقيبة الواقعة في الضاحية نفسها. وتأتي هذه الجهود من قبل كهرباء الشارقة لتؤكد أهمية خدمة قاطني تلك المناطق بما يحقق السلامة والأمان، ووفق خطط تنموية تواكب كافة التطورات التي تشهدها الإمارة. تركيب تلك الإنارات يأتي ضمن جهود كهرباء الشارقة لضمان المزيد من الأمان على الطرق في الليل ولخدمة أهالي هذه المناطق. لأخبار الدار، سعود الكتبي، الشارقة.